بشوف كتير حاجات كتيره جدا على السوشيال ميديا، لكن اللي بسطني واللي اسعدني بصراحه شديده اسره كره السله في مصر. اسره كره السله في مصر عملوا فيديو توعيه، توعيه للناس عشان هم قاعدين في البيوت، فكل واحد عمل مقطع وقدروا يجمعوه في الاخر. الفيديو ده فيه نجوم كبار جدا، نجوم يعني بيتكلموا مع الناس بحاجه لطيفه جدا ومبسوطين، وعلى ان هم قاعدين فاضيين جدا، فبرضه بيساعدوا في اطار الحملات اللي كل نجوم العالم بيعملوها، ونجوم النادي الاهلي منهم بالاخص، وعندنا نجوم كتيره شايفين على السوشيال ميديا بيعملوا حملات توعيه لفيروس كورونا. الفيديو ده تواجد فيه رئيس الاتحاد النائب عفوا نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله كابتن محمد عبد المطلب، وكمان معانا كابتن محمد الكرداني من نادي الجزيره المدير الفني الكبير اللي كان برضه لاعب سابق في النادي الاهلي، ودينا عمرو مودي الجرحي، وكمان بياخدوا كمان يعني الفكره نفسها بياخدوا كل الاعمار، واخر واحد كان معانا مؤمن طارق خيري لعيب النادي الاهلي. تعالوا نشوف الفيديو ده وترجعوا لنا مره ثانيه، حاجه لطيفه جدا بنشكرهم، نتمنى كل الاتحادات وكل اللعيبه ينزلوا على السوشيال ميديا ويبتدوا يوعوا الناس ويقولوا لهم، لان فعلا كل واحد من هؤلاء اللاعبين بيكون ليه جمهور، والجمهور بتاعه بيحبه، ممكن يسمع كلامه، فتبقى انت عملت حاجه كرياضي للمجتمع المصري. الرياضه والدراسه عشان نقعد في البيت وما نخرجش. الاعتماد على البيانات الرسميه من المصادر الرسميه زي رئاسة الوزراء، وزارة الصحة، والمتحدث العسكري، الوقوف على البيانات والمستجدات أول بأول عن فيروس كورونا. غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بالمنديل أو بالطريقة دي. لما تلبس الماسك لازم تعمل الخطوات دي: غطي الفم والأنف، تخلص منه فور حدوث بلل له، عدم لمس أي جزء خارجي منه، اغسل إيدك كويس بعد ما تقلعه. بلاش تلمس عينيك او فمك او انفك. بلاش كوبونات او احضان وانت بتسلم على الناس. غنوا بتناول الاطعمه غير مطهيه او مطهيه بدرجه اقل من الاستواء التام. خلي بينك وبين اي حد بيعطس متر على الاقل. تقويه المناعه عن طريق معلقه عسل ابيض صباحا، كوبايه عصير برتقال بالجزر، او طبق سلطه خضراء. استعمل الكمامه مره واحده فقط، واستخدم المطهر الكحولي باستمرار. نظف ايدك كويس بالميه والصابون باستمرار. لا تضع الكمامه إلا إذا ظهرت عليك أعراض المرض وخاصة السعال. بلاش نسلم على الناس بالإيد. لازم كلنا نمارس الرياضة في البيت بشكل مستمر. لو حسيت بصداع ودرجة حرارتك أعلى من 37 مع رشح خفيف، اعزل نفسك في البيت. بلاش تكون موجود في تجمعات فيها ناس كتير. بلاش قعدة على قهاوي. تجنب مزارع وأسواق الحيوانات الحية أو المذبوحة. فتح الشبابيك بقدر الإمكان في أسرة كرة السلة بنشكرها. فعلا بنشكرها، لان هم بدات بالمبادره، بدات ان هم بيوعوا الناس، ولسه اكيد عندهم كتير، لان انا عارف الاسره كره السله يعني متداخله، بالذات كابتن محمد عبد المطلب عاجبني جدا، واعتقد ان هو صاحب الفكره بتاعت هذا الفيديو، عشان كده بدا الفيديو ده. الفيديو ده فيديو مهم جدا للناس، وقلتها واقولها تاني يا جماعه، كل نجم كبير في كل الانديه، في كل المنتخبات المصريه، في كل مصر، ليه ناس بتحبه، في ناس بتسمع كلامه، يا ريت نبدا هذه الحمله وكل اللاعبين عندنا يعملوا ده علشان خاطر المجتمع المصري، لان المجتمع المصري والجماهير المصريه هي اللي بتشجعهم في الحقيقه.